السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله المحاضرة رقم 9، وبنحل فيها assignment problem بتاعة ال path planning اللي احنا بدأناه مع بعض المرة اللي فاتت. النهاردة بنحل مسألتين، ومع المسألة بتاعة المرة اللي فاتت يبقى دولت التلات مسائل الموجودين في الموضوع. بنفتكر سريعا كان ايه ال path planning، او ازاي انا كنت بحل المسألة بتاعته. ال path planning مبدئيا ان انت بيبقى عندك نقطة بداية لمسار ونقطة نهاية، يعني على حسب بقى هو المسار ده وليكن كان نص دايرة، كان مربع، ايا كان. فانت عندك نقطة بداية للمسار ده ونقطة نهاية. المطلوب منك ان انت تخطط الشكل اللي بيمشي ما بينهم، يعني شكل الحركة ما بين البداية والنهاية. قلنا ان في ستيبس معينة في الحل بتبدأ، ان انا اول حاجة لازم أن يكون عندي معرفة بالورك سبيس بتاع الروبوت. يعني انا ما اقدرش اقول مثلا وليكن احدد مسار معين للروبوت وانا ما اعرفش اي حاجه عن الحدود بتاعه الاكتويترز بتاعته او بتاعه الجوينتس بتاعته. فانا مضطره ان انا اكون عندي معرفه بالورك سبيس باوندرز. وقلنا ان النقطه دي بتكون جيفن، يعني انت ما بتجتهدش فيها يعني في الامتحان. الحاجه دي بتكون جيفن في المساله. النقطه الثانيه بديك في المساله كمان الستارت والاند بوينت بس موجودين في الكارتيزيان سبيس. واتفقنا ان دايما الديزايرد باص او الباص اللي انا عاوزه الروبوت يمشي فيه انا بديهولك في الكارتيزيان سبيس، يعني بديهولك كفانكشن في الاكس والواي والزد. ده المقصود بيه ان انت بتديه في الكارتيزيان سبيس. المطلوب ان هو ان انت تتاكد ان بين النقط اللي انا بديها لك في الكارتيزيان سبيس، رقم واحد ان هي بتنتمي للمسار ده. هو الطبيعي ان انا لما اقول لك انا عايز الروبوت يمشي في مسار محدد وليكن نص دايره، ان على الاقل انا بكون متاكده ان البدايه والنهايه بتوعي ينتموا للمسار ده. يعني فعشان كده كنت بقول لكم ان بنسبه اكتر من 90% عمره ما بيجي بمساله البدايه والنهايه بتاعتها اصلا لا تنتمي للمسار. يعني ايا كان، انت اول ما بتبدا حل المساله بتتاكد ان انت عندك الباوندرز بتاعه الاكتويترز موجوده. النقطه رقم 2 بتاخد الستارت والاند بوينت المكتوبين كفانكشن في الاكس واي والزد، وتشوف قيم الاكتويترز بتاعتك كامل. الاكتويترز هو مثلا Q1 وQ2 وQ3، تتاكد القيم اللي طلعت دي لما عوضت باكس واي وزد كانت كام، والرقم اللي طلع ده هل بينتمي للحدود بتاعه الاكتويترز ولا لا. طيب بعرف الموضوع ده منين؟ لو انا مدياك حاجه كاكس واي وزد وعاوز اعرف القيم المقابله ليها كQ1 وQ2، كنت بستخدم هنا الانفرس كايناماتكس. وقلنا ده الحاجه المقابله للمصطلح اللي انا بقوله ده. اي بوزيشن في الاكس واي زد بلين او في الكارتيزيان سبيس عشان تعرفه محتاج ان انت تستخدم الانفرس كايناماتكس عشان تجيب القيمه المقابله ليه في الكونفيجريشن سبيس. طيب بعد كده قدامك طريق من الاثنين، اما ان انا في المساله يهمني ان انا اخطط شكل المسار ما بين نقطه البدايه والنهايه، وهو ده اللي احنا بنشتغل عليه وهو ده اللي كل المسائل بتكون موجوده عليه، او ان هنا بيكون عندي نقطه بدايه وعاوزه اروح لنقطه نهايه وما يهمنيش شكل الحركه اللي ما بينهم ايه. وقلنا ان دي انا ما بنجيبش المسائل عليها. يبقى انا كل الشغل بتاعي ان انا هديك نقطه بدايه ونقطه نهايه، ومطلوب منك ان انت تخطط شكل المسار اللي ما بينهم وفقا للي انا عاوزاه. مبدئيا زي ما انت خدت نقطه البدايه والنهايه ودخلتهم على الانفرس كايناماتكس وتاكد ان هما بينتموا للباوندرز بتاعه الروبوت، مطلوب منك رقم 3 او رقم 4 ان انت تشوف المسار اللي انا عاوزاه وتحوله لمعادلات رياضيه فانكشن في الاكس والواي والزد. وبعد كده بتبدا تقطعه او تقسمه، تعمل حاجه اسمها سيجمنتيشن، تقسمه لعدد من النقط. النقط دي بتبدا تتشك فيها، يعني انا هبدا اقسم مثلا وليكن كان نص دايره، فانا هرسم النص دايره ديت في الاكس واي بلين مثلا، فانا هبدا اقسمها لعدد 100 نقطه 1000 نقطه ايا كان عدد النقط اللي موجودين. بعد ما بتقسموا العدد من النقط وليكن 100 نقطة، المفروض ان انت كل نقطة من دول بقت شبه نقطة البداية والنهاية بتاعتك، تدخلها على الانفرس كايناماتكس تطلع القيمة المقابلة ليها كQ1 Q2 Q3 وتتأكد ان هم موجودين في الباوندرز بتاعتك. بتعيد العملية دي 100 مرة على حسب عدد النقط اللي عندك، وبالتالي بيبقى عندك في الاخر فيكتور من القيم الخاصة بQ1 وQ2 وQ3. فيصبح الشكل اللي هو كان عاوزني اجيبه وليكن النص دايرة ده، وكان مديني الشكل لمعادلة الاكس والواي والزد، قدرت انا احوله لشكل تاني كفانكشن في Q1 وQ2 لحد Qn. ده اللي انا ببعته للاكتويترز بتاعتي، او دوت اللي بيروح للمواتير، يعني اللي هي الفاريابلز بتاعتي هتتغير بالقيم دي علشان تحقق لي الشكل ده. طبعا ده اللي احنا خدناه المره اللي فاتت وحلينا عليه مساله واحده بس وحليناها بالمتلاب. النهارده هنحل مسالتين تانيين ونشوف لو جات لي في الامتحان انا بحلها ازاي ورقيا، والمره الجايه هنحل المسائل بالمتلاب. نبدأ مع أول مسألة موجودة عندي.
المسألة دي رقم واحد في الشيت. اداني هنا ال RR manipulator اللي هو فيه 2 ريفوليو جوينت، وبيقول design a semicircle pass for the shown to link planner given that، واداني الفا واحد والفا اتنين، واحد 30 سنتي والتاني 30 سنتي. اداني ال start وال end point، وبعد كده قال لي اول مطلوب يعني عشان اخد بالي ان انا design semicircle، وبعد كده اداني جدول من النقط، قال لي اتأكد ان النقط دي بتنتمي للمسار. ناخد بالنا ان النقط دي موجودة كفانكشن في ال x y بلين، يعني هي موجودة في الكارتيزيان سبيس، فعشان اتأكد ان هي موجودة في المسار المفروض هعمل ايه؟ نفس اللي انت هتعمله في الستارت والاند بوينت. يعني اول خطوة في الحل على طول بتبدأ تعرف الباوندرز بتاعتك، الحدود، ماشي؟ فالحدود انا هديها لك، انا طبعا هنا مش كاتباها بس انا حطها في الحل يعني، فالباوندرز انا مديها لك. الخطوة رقم اتنين ان انت هتاخد الستارت والاند بوينت وتدخلهم على الانفرس كايناماتكس، يعني معنى كده انا بفترض ان انت عندك قدرة ان انت تجيب الانفرس كايناماتكس، فانت بتدخل الستارت بوينت على الانفرس وتطلع منها كيو واحد وكيو اتنين وتشوفهم بينتموا للمسار ولا لا. لو بينتموا هتقول له اوكي، لو لا ينتموا بتعمل جنبهم علامة اكس، وكذلك هتحط الاند بوينت وتدخلها على الانفرس كايناماتكس وتطلع كيو واحد وكيو اتنين. لو نفترضنا مثلا المانيبليتور ده 3 ديجري اوف فريدم او 4 ديجري اوف فريدم، ونقطة انت جيت طبقتها لقيت التلاتة فاريبلز مثلا، وليكن خلينا نقول مثلا سيتا واحد، سوري، سيتا واحد وسيتا اتنين ودي تلاتة وسيتا اربعة، ده كان شكل الفاريبلز بتاعت المانيبليتور، وعند نقطة معينة اكس واي وزد انت دخلتها على المانيبليتور لقيت كلهم بينتموا مثلا ما عدا حدود سيتا اتنين، كلهم موجودين في المسار، يبقى النقطة بالكامل ما ينفعش اروحها، فبتعمل اكس على النقطة بالكامل، لازم كلهم مع بعض، تمام؟ طيب انت كده خدت الستارت والاند بوينت بتوعك ودخلتهم على الانفرس كيناماتكس، طلعت القمة المقابلة لكيو واحد وكيو اتنين اللي هي سيتا واحد وسيتا اتنين في الحالة بتاعتنا دي، ولقيتهم موجودين في المسار. العملية دي هتكررها 3 مرات، لان هو في النقطة بي اداك جدول، وطبعا هي مسألة الباس بلانينج يعني مريحة جدا، لان انت ما بتعملش حاجة غير انك بتضرب وبتطبع الآلة الحاسبة يعني. فانا هاخد هنا النقطة الاولانية اللي هي 4 و7 وهدخلها على الانفرس كيناماتكس، والنقطة التانية وهدخلها على الانفرس كيناماتكس، والتالتة، وبالتالي هبدأ اطلع كيو واحد وكيو اتنين واتشكل الاتنين مع بعض، لازم ان الاتنين مع بعض يكونوا بينتموا للمسار. بعد كده بيقول لي لو انت if you are going to write a matlab code، لو انت رايح تكتب matlab code علشان تحل التاسك دي، عشان يعني تنفذ التاسك المطلوبة دي، اكتب معادلات الباص، معادلات المسار اللي انت محتاجها، واعمل لي تشكل اي 3 نقط للمسار بتاعك. نشوف الحل هكتبه ازاي. نقطة رقم واحد في الحل الجوينت فاريبلز وانا او الباوندرز بتاعتي، وانا اتفقت ان دي انا هديها لك، فدي كده جيفن اساسا انت مش هتعمل فيها حاجه. فانا بقول لك ان حدود الدايره بتاعتي من سالب باي لباي، وسيتا 2 من سالب باي لباي. لو كان اي فاريبلز موجوده ان شاء الله حتى عدد لا نهائي، يا اما هديك حاجه زي كده، يا اما هعمل لك رسمه زي كده اقول لك ادي سيتا 1 المحور بتاعها وده محور سيتا 2، واقول لك ان ده كده من باي وده كده كان اللي هو ايه سالب باي. هعمل يا اما حاجه زي كده، يا اما ان انا هجيب لك صريحه بالمنظر اللي هو ده، وانا في الغالب هجيب لك المنظر ده. طيب النقطه رقم 2 تجيب لي الانفرس كيناماتكس، وديت اللي هي المحاضره رقم 5 لازم تدرب نفسك عليها كويس. فلما تجيب الانفرس كيناماتكس تقدر تشتغل بقيه مساله الباس بلانك، يعني معتمد اعتماد كلي على ان انت عارف تجيب الانفرس كيناماتكس. طب الخطوه اللي بعد كده تاخد الستارت والاند بوينت، ادي عندك الستارت 5 و8 و0 والاند بوينت سالب 5 و8 و0. هاخد الخمسة والتمانية والصفر، ادي الاكس بتاعتي بخمسة والواي بتمانية والزد بصفر، واعمل ايه؟ هروح احسب دي واحد وسيتا واحد ودي وسيتا اتنين. بالمناسبة دي ده مش variable، ده هو مجموعة كده من عملية حسابية كانت كبيرة ظهرت فيه الانفرس كيناماتكس، خدهم على بعض وقال دول اسمهم دي واحد، عشان لما كان عايز يجيب سيتا اتنين احتاج انه يجيب الجذر التربيعي بتاع واحد ناقص الكمية دي كلها، فسمها variable جديد يعني. فانا هاخد كل اكس هشيلها واحط مكانها 5، وكل واي هشيلها واحط مكانها 8، وكل زد هشيلها واحط مكانها 0، والزد طبعا مش موجود عشان ده بلانر. الفا 1 والفا 2 اطوال اللينكات الموجوده عندك، وناخد بالنا ان دايما هيديني فاريبلز ما كانتش موجوده، هتلاقي اطوال اللينكات وفي برضو ملحوظه المره اللي فاتت ربما نكون غلطنا واحنا بنقولها، الايه اللي بديها لك في الاطوال اللي بديها لك هنا، يعني مثلا كانت في مساله اللي هي فيها الار ار بي، كان في A موجود على الرسمة، الA دي مش بتاعت الـ DH parameter اللي هي مش الكومن نورم، الA دي اللي هي link length اللي أنا ممكن أسميها ساعات بيسموها ساعات D بس من غير ستار، وساعات يسموها L يعني أيا كان يعني، بس يعني خليك واثق إن شاء الله أنا في الامتحان هعمل لك حاجة زي كده.
هقول لك وليكن ده اسمه ايه واحد او ده اسمه ايه اتنين عشان ما تتلخبطش، او هغير الرمز خالص وده الاقرب للواقع علشان ما يجيش في دماغك ان الايه ده هو الكومن نورم بتاع الدي اتش بارامتر. طيب دلوقتي انت هتشيل كل اكس واي وزد وتحط القيم بتاعتها، هتطلع من هنا دي، وبعد ما تطلع قيمة الدي هتاخدها وتعوض في السيتا اتنين، تعوض في تجيب سيتا اتنين الاول لانها هي الاسهل، بعد ما تجيب سيتا اتنين هتجيب سيتا واحد، تتأكد ان سيتا واحد وسيتا اتنين ينتموا للمسار. فانا عملت ايه؟ عوضت باكس واي وزد، طلعت سيتا واحد وسيتا اتنين، قلت الاتنين بينتموا للحدود. ليه؟ انا الحدود بتاعتي من سالب 180 ل 180 اللي هي من باي لسالب باي، فهم موجودين جوه المسار اهو، اقل من ال 180 واكبر من السالب 180. فقمت كتبت belongs to the variable limits او according to the inverse kinematics. ممكن اصلا اكتفي ان انا اعمل علامه صح كده ما بين قوسين، انا بفهم منها على طول ان النقطه دي بتبلونج للمسار بتاعي. الاند بوينت اللي عندي سالب 5 و8 وصفر زي ما عملت هناك، بس الاكس بتاعتي هتبقى بسالب 5 والواي هتبقى ب 8 والزد بصفر، وهطلع منها سيتا 1 وسيتا 2 زي ما عملت للستارت والاند بوينت. الجدول اللي هو مديني فيه قيمه الاكس 1 واكس 2 واكس 2 اكس 1 وواي 1 واكس 2 وواي 2 واكس 3 وواي 3، انا عملت بس اكستند، زودت هنا عمود عشان اخلي الحكايه مرتبه، يعني بدل ما اقعد اكتب سطر كده. فانا عملت جدول، ادي قيمه اكس 1 واي 1 4 و7، قمت قلت هنا الكونفيجريشن سبيس بتاعه لما عوضت في الانفرس كايناماتكس، طلعت من هنا سيتا 1 وسيتا 2 بالقيمه دي وينتموا للحدود فعملت له صح. بعد كده عند النقطه الثانيه اللي هي 3 و6، كاكس بتساوي 3 وواي بتساوي 6، خد بالك ان الزد بتساوي صفر طالما ما جابليش سيرتها، يعني هو كده كده هتساوي صفر لان ده بلانر يعني بيتحرك في بلين ماشي. فهنا هطلع من الانفرس كايناماتكس القيمه بتاعت سيتا 1 وسيتا 2، ونفس الحكايه هنا هطلع من الانفرس كايناماتكس وعملت له صح تحت كده، انا اكتفيت بالكلمه دي. ناقص ان انا اخطط المسار، انا كده دلوقتي ما اتكلمتش عن المسار بتاعي. في المساله قال لي ديزاين سيمي سيركل، سيمي سيركل اللي هي الهاف سيركل اللي هي نص الدايره. معادلة الدايرة بتاعتي المفروض ان هي لو انا هرسمها كفانكشن في الاكس والواي او الاكس وزد ايا كان يعني كمحورين، فهي عبارة عن ار كوزين فاي، وفاي دي زاوية تانية خالص، وار ساين فاي، ده لو انا عايز ارسمها في محورين. غير بقى المحور زي ما انت عايز، المهم ان الار ده قيمة نصف القطر، نصف القطر. طيب ارسم المسار بتاعي ازاي؟ نقطة البداية اللي عندي كانت 5 و 8 و 0، وانا عايز اروح عند النقطة سالب 5 و 8 و 0، انا عاوز بقى اللي ما بينهم ده يكون اللي هو الهاف سيركل. عشان ارسم رسمه ليها علاقه بالروبوتكس همسح يعني هشيل النقطه دي كده خلاص. فانا هقول هنا ان المسار بتاعي ادي الاكس وده كده سالب الاكس ماشي، وده كده الواي، وده كده محور الزد. الاكس بتاعتي كانت بخمسة وسالب 5، والواي بتاعتي كانت ب 8. ارسمها ازاي؟ مبدئيا كده السيركل بتاعتي هاف سيركل، فلازم نص القطر بتاعها، احنا هنوحد المعلومه ان دايما اللي بينطلب هو سيمي سيركل او هاف سيركل، فانا هلتزم ان انا هطلعه سيركل. طب انا اعمل ايه اذا كان الاكس بتاعتي متغيره من 5 لسالب 5 والواي بتاعتي 8 والزد بتاعتي بصفر؟ اللي بياخد قيمه صفر اركنه على جنب، ده كده المحور اللي هو ايه اللي هو دي معناه ان هو بلانر يعني، فاللي واخد قيمه صفر اللي موجود عندك ده تركنه على جنب خالص مفيش فيه مشكله. طيب وبعدين اللي واخد قيمه مش بتساوي الصفر بس ما اتغيرتش، يعني الاكس كانت في البدايه الواي بتاعتي كانت في البدايه 8 وفي النهايه 8 يعني قيمتها ما اتغيرتش وما كانتش صفر، اللي واخد قيمه ما اتغيرتش اتعامل معاه على انه اوفست. يعني ايه اوفست؟ لما كنت تيجي ترسم مثلا وليكن الساين ويف كده، كنت ده كده لو انت رسم الساين ويف من الصفر، لو انت مثلا رفعتها عند مسافة 2 كده عملت خط كده 2، كنا بنقول الاتنين دي اوفست، وبرسم برضو الساين ويف، يعني انا ما غيرتش شكلها بس رفعتها شوية. نفس الحكاية في الروبوتكس، احنا بنفترض ان اللينك او انت هتخلي الاكس اللي ما تغيرش من البداية للنهاية ده الاوفست بتاعك، يبقى هي اكنها سيركل، ده خط الرسم بتاعك اللي هيترسم من عليه ماشي. وتلتزم بقى بايه؟ بان نصف القطر هو المحور اللي اتغير، المحور ده اتغير من 5 لسالب 5، يبقى نصف القطر بتاع الدايره بتاعتي هيبقى سالب 5. ارسمها ازاي؟ دايره هتترسم في الزد بلين، فاقوم انا هعملها كده بالمنظر ده. طب خليني كده اتاكد النقطه دي المحاور بتاعتها كام. النقطه دي 5 و 8 والزد بكام؟ بصفر، اهي مش طالعه في الزد، النقطه ديت الزد بتاعتها بصفر، يبقى نقطة البداية بتاعتي مظبوطة. طب نشوف نقطة النهاية،
ادي الاكس بتاعتي بكام؟ سالب 5، والواي بتاعتي بكام؟ ب8، والزد بصفر، دي واقعه في الارض اهي، فالزد بتاعتي بصفر، يعني دي سالب 5 و8 وصفر. لازم لازم ان البدايه والنهايه يكونوا متوافقين مع الرسمه اللي انا بعملها. المفروض ان انا النقطه بتاعتي بتاعت البدايه والنهايه يكونوا زي ما انا اديتهالك في المساله. طب كده الرسمه تعتبر يعني الحاجه دي اترسمت في محور ايه؟ كده هي اترسمت في محور الاكس زد بلين. انت بالنسبه لك الواي اكنها رسمت لك الخط اللي هترسم من عليه، انما الدايره نفسها كانت مرسومه في الاكس زد بلين. يبقى تاني لما يجي لك المسار هتشوف الستارت بوينت والاند بوينت بتوعك، الخلاصه يعني اللي هو سيمي سيركل، بتشوف الستارت والاند بوينت بتاعتك. المحور اللي واخد قيمه صفر تركنه على جنب، ماشي، اللي واخد قيمه زيرو ده هنركنه على جنب. المحور اللي هياخد قيمه ثابته في البدايه والنهايه ما اتغيرتش، ده انا بعتبره اوفست. يعني ايه؟ يعني هو ده محور الرسم الجديد بتاعك، يعني زي ما انا عملت هنا كده الواي كانت ب8 وبقت 8، فهو ده محور الرسم بتاعي الجديد. والمحور اللي اتغير هو ده اللي بيحدد نصف القطر بتاعي، هو دوت اللي باخد منه قيمه الار. طيب يبقى هنا المعادلات بتاعتي ايه؟ هتبقى معادله الاكس بتاعتي، انا قلت هنا المحور اللي انت طلعته من دماغك ده عشان كانت قيمته بصفر، زائد المحور اللي اتغيرت قيمته، هما الاثنين اللي بيترسم فيهم الدايره. فعندي محور زي ده اللي اتغيرت او اللي اتغير القيمه بتاعته هو محور اكس، واللي اخد قيمه صفر هو محور الزد، يبقى الدايره بتاعتها هتترسم في الاكس زد بلين. يعني مبدئيا كده المعادله اللي انا كنت بقول عليها ار كوزين سيتا او ار كوزين فاي وار ساين فاي هتنكتب ما بين الاكس والزد، فدي هتبقى الار بتاعتي 5 كوزين فاي اللي انا مش عارفاها بكام، والزد اللي هي 5 ساين فاي. طب والواي؟ الواي ثابته زي ما هي، لان ده المحور الجديد اللي انت رسمت عليه اللي هو الخط اللي انا رسمته ده. كده انت عملت ديزاين للمسار، يعني انت كده رديت على نقطه ايه اللي هي كانت اول نقطه، احنا حلينا نقطه بي الاول وبعد كده دي نقطه ايه اللي احنا ردينا عليه. اخر نقطه بتقولك لو انت رايح تكتب ماتلاب كود اكتب لي المعادلات بتاعه المسار، وانا هكتفي معاك بالثلاث معادلات دولت، وانا المره الجايه ان شاء الله هنوريكم شكل مسائل حل زي على ماتلاب وهنبعت لكم الاكواد بتاعتها. فهنا الاكس واي والزد ده كده شكل المعادلات، وبيقول لك تشيك اي ثلاث قيم للزوايا في المساله دي. يعني ايه؟ يعني افرض لي مثلا الفاي دي باي ثلاث قيم، وليكن مثلا 30 و 45 و 90، انت حر اي ثلاث قيم انت عاوزهم، دي درجات. وبعدين هتطلع عند كل زاويه من دول اكس وواي وزد، هتاخدهم وتدخلهم على الانفرس كيناماتكس، هتطلع ليهم سيتا 1 وسيتا 2 وسيتا مفيش سيتا 3، سيتا 1 وسيتا 2، تتاكد ان هما في المسار. هتعمل ده على كل واحده من دول، هتجيب لها الاكس والواي والزد وتدخلها على الانفرس كيناماتكس، هنجيب الاكس والواي والزد وندخل على الانفرس كيناماتكس. طيب لو افترضت وانت جايب نقطه اخترت مثلا 90 ولا 45 وطلعت القيمه بتاعتك لا تنتمي للمسار، يعني سيتا 1 و60 لا تنتمي للمسار، ارجع اختار نقطه تانية؟ لا، حتى لو الثلاث نقط اللي انت اخترتهم كانوا لا ينتموا للمسار ما ترجعش وتعيد الحسبه بتاعتك تاني. انا يهمني ان انت تبقى عارف التكنيك نفسه ماشي ازاي، ما يهمنيش ان انت بتطلع الرقم نفسه كام في الاخر يعني. فاي ثلاث قيم انت بتختارهم بيريحوك في الحل، وطبعا اكتر دوال اللي بتريحك هي الدوال المثلثيه المشهوره 30 45 60 90 180، دولت اللي بيريحوا في الحسابات يعني. فانت عاوز تختار، لكن انت حر في اختيار اي قيم للفاي بتاعتك. ده كده بقيه الحل بتاع المساله، والحل ده كده يعني ده زائد السلايد اللي قبل اللي فاتت، ده كده الحل الورقي، وانا هنزل لكم الحل بتاع الشيت ده مكتوب ان شاء الله. طيب المساله رقم 3، دي رقم 3 في الشيت، رقم 2 حليناها المره اللي فاتت. مساله رقم 3 في الشيت اداني ار بي بي مانيبيليتور وقال ديزاين ا ستريت لاين موشن فور ذا شون ار بي بي مانيبيليتور جيفن ذات الدي 1 بتساوي 30 سنتي. عاوز اعمل ايه؟ ستريت لاين، واحنا اتفقنا ان هما اتنين بس من المسارات المشهوره اللي هو الستريت لاين والسيمي سيركل او الهاف سيركل اللي احنا بناخدهم مع بعض. عايزك ترسم لي ستريت لاين بالار بي بي مانيبيليتور، يعني عايز النقطه دي كده ترسم لي ستريت لاين، واداني دي 1 ب 30، دي 1 ديت اللي هتظهر لك هتلاقيها بكتبها لك كده، يعني ايه دي كده دي 1 تمام. طيب الفاريبلز اللي عندك سيتا 1 ودي 2 دولت الفاريبلز ودي 3 ماشي، فهتلاقيني اديتك هنا الحدود بتاعتهم، انا هعمل كده بالفعل، هديك الحدود اللي موجوده عندي. طيب هو الاول عايزني اعمل ديزاين للستريت لاين الخط المستقيم، ومديني ستارت بوينت ودايركشن، هناك كان بيديني ستارت بوينت واند بوينت. طب ايه ده؟ ليه بيعمل كده؟ عشان ارسم خط مستقيم دايما بنرسمه بدلاله نقطه البدايه بتاعته والاتجاه بتاع الخط المستقيم ده.
علشان بعد كده انا هقدر بمعرفة الاتنين دولت اجيب حاجة اسمها البارامتريك ايكويجن للخط المستقيم، وهنعرف بتتحسب ازاي. طيب نفترض ان انت جبتها، يعني هفترض معاك لسه يعني، وقال لك ليه بالنسبة بقى لما انت جبت النقطة دي او عملت تشيك للنقطة دي، عاوزك كمان تتأكد لي من وجود النقط دي. دي زي ما عملنا في المسألة اللي فاتت. رقم واحد، قبل ما ابص على ديزاين المسار، النقطة رقم واحد انا جبت الانفرس كيناماتكس، هو الراجل اداني الباوندرز بتاعتي وانا جبت الانفرس كيناماتكس بتاعت المانيبليتور خلاص. طب النقطه رقم اتنين اعمل ايه؟ اتشيك الستارت والاند بوينت، طبعا هي هنا مش اند، اتشيك الستارت والدايركشن، ماشي، اتاكد ان هما موجودين في المسار. هو كده كده دولت يعني سواء اسمه دايركشن او اسمه اند بوينت فهو فانكشن في الاكس والواي والزد ما اتغيرش يعني. فانا هاخد ال10 وال20 وال30 واروح اعوض بيهم في الارقام اللي عندي دي، دي قيمه الاكس ودي قيمه الواي وقيمه الزد. طلعت من هنا قيمة سيتا واحد ودي اتنين ودي تلاتة، اتأكدت ان هما موجودين في المسار وقلت له اوكي. هنا بس بنرجع للمعادلة. عملت بقى زي ما هو اداني الاول، الراجل ده اداني الباوندرز بتاعتي الحدود في الاستاد اللي فاتت، فالنقطة رقم واحد مش موجودة ودي دايما جيفن. نقطة رقم اتنين انا جبت الانفرس كيناماتكس بتاعتي خلاص مفيش فيها مشكلة، عرفت اجيب الانفرس كيناماتكس. هنا اداني الستارت ومش الاند، اداني الستارت والدايركشن. فانا بالنسبه لي سواء كانت اسمها اند او دايركشن هما كده كده دي قيمه في الاكس والواي والزد، وعوضت بيهم في الكونفيجريشن بتاعي، عوضت بيهم قصدي في المعادلات بتاعه الانفرس كيناماتكس، طلعت قيمه لسيتا واحد ودي اتنين ودي تلاتة. الحقيقه انا كنا عاملين المانيبليتور ده ان الليمت بتاعته 20 سنتي، وانا عملت لها ايديت ورجعت خليتها 25 عشان تستوعب نقطه البدايه، لان يعني زي ما قلت لكم ما ينفعش اقفل المساله من الاول. فيعني هي كلها قيم افتراضيه لينا للاكتويترز واحنا بنحطها يعني الحقيقه. فانا عوضت بقيمه الاكس واي والزد ودخلتها على الانفرس كيناماتكس، طلعت قيمه الفاريبلز بتاعتي، طلعت قيمه سيتا واحد من هنا وطلعت قيمه الدي اتنين من هنا ودي تلاته من هنا. دي واحد ده كونستانت وكانت قيمته 30 سنتي تقريبا، هي السلايد اللي فاتت شافها 30 ولا كانت 10. الدايركشن هعمل فيه نفس النقطه. نيجي بقى عند الديزاين بتاع الموشن، معادله الخط المستقيم. لما انا بديك ستارت بوينت نقطه البدايه ادي الستارت، وانت بتبقى محتاج الدايركشن اللي هو الاتجاه اللي ماشي فيه، فبتقول لي ان معادله الخط المستقيم بتاعتك هتساوي الستارت بوينت زائد الدايركشن بتاعك مضروب في متغير اسمه تي. التي ده اللي هو من تايم مثلا او الزمن يعني. طبعا لما انت الار دي كمتجه فهي قيمه في الاكس والواي والزد، يعني هي احداثيه بتاعها 3 نقط، والستارت بوينت كذلك 3 نقط، والدايركشن بتاعك كمان 3 نقط. كانت قيمه الستارت بوينت كانت كام؟ كانت 10 و20 و30، فده كان 10 و20 و30، والاند بوينت بتاعتك كانت 4 و3 ونص و20، ادي 4 و3 ونص و20. البارامتريك ايكويشن هي معادله بتعبر عن الخط المستقيم وتقدر تقسمها انت للثلاث محاور، فهي معادله سهله جدا. من هنا اقدر اطلع معادله الاكس لوحدها ومعادله الواي لوحدها ومعادله الزد لوحدها. معادله الاكس لوحدها هي عباره عن 10 زائد 4 تي، معادله الواي لوحدها عباره عن 20 زائد 3 ونص تي، معادله الزد لوحدها عباره عن 30 زائد 20 تي. كده انت معاك المعادلات بتاعه المسار. وبدل ما كان قبل كده في فاي موجوده في المساله، وانت كنت يعني مثلا نفترض ان جه في المساله دي انت كده عملت ديزاين للمسار خلاص والمساله كده خلصت. طب انا هفترض بقى معاك قال لك يعني افترض اي ثلاث قيم للمتغير بتاعك وشوف لي تشيك هما بينتموا للمسار ولا لا، زي ما انا عملت في بقيه المساله. يعني انا اوريدي المساله دي كملتها بان انا اخترت اي ثلاث قيم عشوائيه للتي. التي مبدئيا انا اخترت لها مثلا وليكن 1 و2 و3 او 1 و4 و5، هطلع قيمه للاكس والواي والزد، وكل ما اطلع القيم دي ادخلها على الانفرس كيناماتكس هقوم بطلع قيم لسيتا 1 ودي 2 ودي 3 واتاكد ان هما بينتموا للمسار ولا لا. انا عملت كده ماشي، واخدت بالمناسبه ده شكل تي، ده التايم فيكتور بتاعي انا عاملاه لما عملت الكود بتاع الماتلاب من 0 ل 10، وخدت الستيب بتاعتي ب 1 من 10. انت حر في البرنامج اللي انت بتكتبه. طيب نيجي بقى هنا في المساله، بيقول لي للنقط اللي موجوده دي اداني زي ما عمل في المساله الاولانيه 3 نقط، وقال لي اتشيك الثلاث نقط دولت موجودين ولا لا. اخدت النقطه الاولانيه ودخلتها على الانفرس كيناماتكس، طلعت لي 26.5 و260 و223. انا مجرد ما لقيت اول واحد قابلني بره الحدود قمت قفلت على نقطه قلت له اكس مش موجوده، ما ينفعش انا احطها في المسار، حتى لو افترضت ان دول كانوا 6 ديجري اوف فريدم وواحد منهم بس اللي مش موجود، برضو نقطه ما اقدرش اكتبها. رحت جربت النقطه الثانيه لقيتهم برضو
في تاني واحد على طول 250 مش موجود، قمت قلت له اكس. جيت جربت النقطة التالتة لقيتها موجودة. هي الحقيقة كانت النقطة التالتة اللي انا كنت حاطاها كانت برضو مش موجودة، فكان عادي جدا ان التلات نقط يكونوا مش موجودين، اللي هو ده كده ده جدول هو مديهولك. ولو افترضت ان هو كمان خلاك تفترض قيم لي التي علشان تشوف له بينتموا ولا لا ينتموا للمسار، برضو مش مشكلة ان انت تعملهم. هنا رسمت انا اللي هو شكل خط المستقيم. مش مطلوب منك طبعا ان انت ترسم حاجة زي كده، يعني مش بنفس شكل المتلاب يعني، اكيد في ورقة الامتحان. هي كل الحكاية ان الستارت بوينت بتاعتك كنا قايلين 10 و20 و30، فانت كان ممكن تكتفي برسمة زي دي، ادي الاكس والواي والزد، مثلا الاكس ب10 والواي ب20 ودي ب30، يعني نقطة مثلا وليكن كده دي الستارت، والاند بتاعتك كانت او الدايركشن بتاعي مش عارفه كان 4 وكام، فممكن حاجه زي كده يعني، انا بتخيل معاك يعني، وتقوم وصل خط مستقيم ما بين الاثنين. فده ده شكل التخيل بتاعك للمساله. في جزء الباس بلاننج حضرتك ملتزم بس معايا بالثلاث مسائل اللي انا مديهم في الشيت، لان هم دولت المتعلقين يعني دولت معتمدين انت تقدر تجيب لهم الانفرس كاينماتكس. تحاول انت تبذل مجهود في الجزء الخاص بالانفرس كاينماتكس. ان شاء الله المره الجايه هنشوف ازاي ممكن انفذ نفس الخطوات ولكن على الماتلاب.